السادة الحضور، لقد اختصر الباشا حسين العباس الزيودي أبو راشد تعريف حالة العسكرية الأردنية بكل فروعها عندما قال إن كل جندي وكل ضابط في قواتنا المسلحة الأردنية هو مشروع شهيد يفدي الوطن والعرش. كيف يتحقق الأمن لأهلي بلا شهداء؟ ولعمري إن أبو راشد يمثل جيلاً كاملاً من آباء العسكريين الشهداء، كما مثله ذلك الأردني الذي أفخر أن أروي لكم قصته. بعد معركة باب الواد عام 1948، أرسل حابس المجالي أحد الضباط لإبلاغ عائلات الشهداء الستة ويصف لهم بطولة أبنائهم. في أحد مضارب البلقاوية في طبربور أخذ الضابط يمدح زميله الشهيد لتخفيف المصيبة على والده، ولكن الأب قاطع ضيفه قائلاً: هذا سوق الرجال، واللي ما يبيع روحه بهالسوق، يا ليته ما كان، ويا ليت أمه ما ولدته. كان في مضارب البلقاوية حفل عرس، طلب الأب من الضابط عدم إذاعة الخبر للآخرين حتى لا يفسد على الناس فرحتهم وهو سيخبرهم بعد انتهاء الحفل. أي وطن هذا الذي يورث الكبرياء من جيل إلى جيل؟ قطع هزاع المجالي رئيس التشريفات الملكية صلاة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين في الفجر وهو يحمل رسالة مستعجلة من أحمد حلمي باشا في القدس يستغيث لإنقاذ المدينة المقدسة من سقوط محقق. وكان كلوب باشا قد منع دخول الجيش إلى القدس بحجة أن الجنود غير معتادين على قتال الشوارع وأن القدس تحت التدويل بموجب قرارات الأمم المتحدة. صحى رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى من النوم ليفاجأ بالملك المؤسس عبد الله الأول في غرفة نومه وهو يطلب إليه تشكيل لجنة وصاية على العرش، فالقائد الأعلى للجيش قرر أن يكون على رأس جيشه للقتال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. فجر أردني يطل مع بداية آذار عام 2016، والربيع ما زال يقترب بحياة، والتراب ما زال عابقاً ببقايا الشتاء. يصعد راشد ومعه صعوبة صقور من زملائه يقودهم وهو في المقدمة، فالقادة دائماً في الأمام، هكذا تعلم في مدرسة الأردنيين، مدرسة الجيش العربي، وهكذا عرفناه. قلبه عامر بحب الله والوطن، لا يخاف وهو شجاع. ومتى كان العسكر يخاف من الموت، أو متى كان الموت بعيدا عنهم وهم في الخنادق بين البنادق والرصاص؟
راشد يقود فريقه كالرمح يهاجم وصحبه بكر الإرهابيين خوارج العصر في عقر دارهم. راشد فتى به سمرة تغوي البنات إذا ما سرج المغرة الشباء أو ركنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. هكذا قدره ككل أقدار الشهداء من كتبوا تضحيات الأردنيين بدمهم ورسموا قصص الفداء بأرواحهم. إنهم فدية آمنوا بربهم صعدوا نضال أعداء الحياة لم تخفهم الشجاعة وحملتهم بواسط الأفعال إلى مدى رحب من التضحية والفداء. صعد راشد وأسلم الروح راشدا مقبلا غير مقبر وقد تلقى رصاص الغدر من الجبناء في صدره العاري إلا من البطولة والشجاعة والرجولة وارتقى إلى عليين مضمخا بالبارود والدم ومسك الشهادة كان أول الواصلين في ذاك اليوم إلى سدرة المنتهى. ينحدر الشهيد البطل الرائد راشد حسين باشا الزود من عشيرة أردنية كبيرة عشق أبناؤها الجندية منذ نشأة الدولة الأردنية. كيف لا وقد روى لجيء دماء أبنائها كغيرهم من الأردنيين الشرفاء ثرى الوطن دفاعا عن قضايا الأمة. ولد الشهيد البطل في لواء هاشمية في محافظة الزرقاء في 31 من كانون الثاني عام 1985. عشق الجندية منذ نعومة أطفاله حيث تربى على يد والده الذي سبقه إلى الانضمام إلى شرف الجندية. ووالدته عنت بالتربية والتعليم وأشرفت على تربية جيل كامل من الشباب المهتمين لوطنه وقيادته الهاشمية. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس الهاشمية ثم تخرج من مدارس الثقافة العسكرية عام 2003 حيث كان رحمه الله عسكريا منذ أن رأت عيناه النور. أعطى الشهيد محبا للعلم طيب الخلق يحترم الآخرين كان رائدا في صفه كان قائدا لمجموعة كشفية في المدرسة لقد كان يقف صباحا يرفع العلم ويهتف بأعلى صوته أقسم بالله العظيم أن أحافظ عليك مرموقا عاليا. التحق الشهيد البطل كتلميذ مرشح في جامعة مؤتة في جناحها العسكري وتخرج منها برتبة ملازم ثاني عام 2007 إلى العمليات الخاصة. كان مثل كل الأردنيين وأبناء البادية يعشق العسكرية التي هي درب الفروسية والفرسان والبطولة والأبطال. وعلق نجمة واتبعها بنجمات يتلألأن على كتفيه ويزداد هدف شماغ الوطن هبة جديدة يعانق السماء والبيان فخرا وزهوا. وقد صدرت الإرادة الملكية السامية لترفيعه إلى رتبة رائد في الثاني من آذار عام 2016 تقديرا لتضحيته ووقوفه إلى جانب زملائه رفاق السلاح في التصدي لمن سولت لهم أنفسهم العبث الأمن الوطن والله. ويحضر الوطن بكل أطيافه وألوانه ومشاربه وشموخه وبرهاته وعلى رأسهم قائده الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. ويحمل راشد على أكتاف رفاق السلاح ويبكيه الرجال فلمثله يليق العز والكبرياء وتبكيه أمهات وصبايا القبيلة. فراشد ديب العيال ويصحن بالزغاريد ويغنين التراويد ويمسحن دموعهن والفشار الموت ولابس عسكري فلمثله ترفع الهامات فخرا وإن بكاه الوطن
فالبكاء بحق رجاله المنذورين لترابه وفاء ما بعده وفاء ما دامت الجزائر غضا والقلوب الطاهرة لم تشد. مساء الورد يا راشد، مساء الورد، مساء لا يليق سوى بهذا الأسمر الماجد، مساء عابق جدا بعزم الجند والقائد، بروح شهيدنا الباهي وعزم حضورك الصامد. فتى الفتيان يا راشد، وأنت اليوم أغنية على الشباك تشجينا، نردد لحنها ولها فيورق وجهك الزاهي على الشرفات يسمينا، فيورق وجهك الزاهي على الشرفات يسمينا. فتى الفتيان يا راشد، وأنت اليوم دالية تعرش في روابينا، نفيق لظلها تعبا فتغفو في مآقينا. حبيب الجيش يا راشد، دماؤك نهر ماضينا، وحرفك بدء قصتنا، ورسمك حاضر فينا، وطولك باسق فخرا كرمح في بوادينا، يفوق جبالنا زهوا يطاول يوم حقينا، يطاول يوم حقينا. مساء الخير، مساء الخير يا جبلا من الإيمان لم يقهر، ويا بطلا يلم الشمس في كفيه قافية تلوع زنده الأسمر، لنا في كل حادثة ربيع رائع المنظر، وقلب يرتوي فرحا وحزن هادئ المنظر. ورغم الحزن يا راشد، ورغم الحزن يا راشد، فوجهك مشرق دوما بحجم الكون بل أكبر، ينث صباحنا عطرا، يرش مساءنا سكر، ينث صباحنا عطرا، يرث صباحنا عطرا، يرش مساءنا سكر، يجيء كنسمة جدلى ويذهب كالندى الأخضر، وأنت الغائب الحاضر، وأنت حكاية العسكر، وأنت رواية كتبت بروح الزيت والزعتر، وقد ضمخت تربتنا بريح المسك والعنبر، وكل عروقنا نشوى بطيب جبينك الأطهر. مساء الورد والكادي، مساء الفل والعبهر، مساءك سيدي راشد ندي كالمدى الأزهر، مساءك سيدي راشد ندي كالمدى الأزهر. وأقول لكم يا راشد، يا المرتشي على البيرق الماسي، يا ابن الكرام انتخت بزنودك ناسي، دقيت باب الوطن أبشر على راسي، أرض النشام السمر حمراء ما تنداسي. يا راشد يا سيفنا يا مأصل الساسي، كل النشام أهلك للدار حراسي، يوم النخاك الوطن هبيت قرناسي، يا الأردن يا ديرتي والله النذل خاسي. يا راشد يا عقالنا عز ونماسي، اسمك رفيق العمر يجري مع انفاسي، حتى نسينا الزمن القلب مو ناسي، غنيت مجدك لحن من صافي إحساسي. يا راشد مثل الدسر يا صاحب الباسي، للنخوة والمرجلة وللعز لباسي، أنا كتبت الوطن بحروف قرطاسي، وانت فديت الوطن والكون محتاسي. باسم اللجنة العليا لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد البطل الرائد راشد حسين الزيود، القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يتسلمه مدير التوجيه المعنوي العميد الركن عودر شدفات. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويتسلمه عطوفة المهندس حازم التل المنسق الميداني لمبادرة نلبي النداء.
وفد آل الزيود من سيرة الحرثية في فلسطين يتسلم سعادة المهندس حاتم الزيود. إخواني المصورين، فوتوغراف، افتح المجال للرجال، افتح المجال. المؤسسة الصحفية الأردنية صحيفة الرأي، وتسلم عطوفة الأستاذ رمضان الرواشدة. رئيس مجلس إدارة جامعة الزرقاء الخاصة الأستاذ الدكتور محمود أبو شعيرة، الذي قدم 40 منحة باسم الشهيد البطل راشد الزيود لدراسة الشريعة. مديرية ثقافة الزرقاء. أنا أعجز أني أتحدث بمثل هذا الموقف، لكن ما أود أن أقوله بأنه مجرد حضور هالجمع الطيب والجهات اللي رعت مثل هذا الحفل، العائلة، الأب، الأم، الزوجة، لتقدم ابنها دفاعاً عن الوطن، يجب أن نرفع رؤوسنا ونعتز بأنه إحنا الأردنيين هكذا تربينا وهكذا أنشأنا. نعمة الأمن والاستقرار اللي نعيشها هي بفضل أرواح الشهداء اللي قدموها وجنودنا وأجهزتنا الأمنية اللي يواصلوا الليل بالنهار سواء على الحدود أو في أماكن متعددة من المملكة الأردنية الهاشمية. والإنسان لا يشعر بقيمة الشيء إلا عندما يفتقده. الحمد لله بلدنا بألف خير، وتصادفت ذكرى استشهاد الرائد راشد اللي أنا أعرفه وهو ولد صغير وزميل لأبنائي. الرجل، ولا أخفي سراً إذا أني لم أستطع أني أتصل مع جلالة الملك وأبلغه في هذه اللحظة عن استشهاد راشد الزيود، لأن أنا لم أتمالك أعصابي وما كنت خايف من رد فعل جلالة سيدنا، لأنه راشد الزيود كان عبارة عن مثال للضابط المميز بالقوات المسلحة وفي وحدة. في وحدة من أفضل وحدات القوات المسلحة، وحداتها جميعا مميزة، لكن هذه الوحدة اللي كان يقودها هي كانت مميزة. وأنا قابلته قبل 36 ساعة من موعد استشهاده. الله يرحمه، والله يرحم كل شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وإذا بدي أتذكر أسماء، بتذكر العميد عبيد الله المواجدة، استشهد في عمليات حفظ السلام، الشهيد اللي سمي أسد القلعة سائد المعايطة، اللي كمان قاتل المجموعة الإرهابية اللي في الكرك، الشهيد معاذ الكساسبة. شهداء قدموا أرواحهم يعني فقط حتى إحنا نعيش. ومثل ما يقولوا الشهيد تبدأ حياته. حقيقة إحنا اللي شوية بلاش أكمل يعني. فأخي اللواء المتقاعد حسين راشد، إحنا نعتز ونفتخر فيك، وأنت قدوة إلنا كلنا اللي قدمت لنا.
قدمت ابنك فداء للوطن مثل ما قدموا أولياء أمور الشهداء وزوجاتهم أبنائهم لهذا الوطن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنهم يكونوا شفيعين إلنا إحنا الحضور وكل الأردنيين يوم القيامة، لأنهم هم أكرم منا جميعا. كل الشكر للأخوة اللي رعوا هذا الاحتفال، لعريف الحفل، وللجهات اللي رعته ودعمت مثل هذا الشيء، ونحن نعتز بهذه الجهات اللي دائما تكرم مثل هذه المواقف. وأشكر أخي الشاعر العزيز الأخ الكبير محمود الزيودي والحميدات على كلماتهم الطيبة، وهم تحدثوا بما فيه الكفاية. فشكرا للحضور جميعا، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير.